أما السؤال الأول فهو الجماعات المتفرقة المتحزبة التي طفحت على سطح الماء في هذه الآونة الأخيرة، بينما كان الشباب قبل سنوات اتجاههم اتجاه سليم، لا يعتقد أحدهم أن الآخر مضاد له أو أنه في جانب وهو في جانب. لكن بدأت في الآونة الأخيرة ما نزع الشيطان بين شبابنا من التحزب والتحمس لطائفة معينة أو لشخص معين، حتى صار الولاء والبراء موقوفا على من يحب هذا الشخص أو لا يحبه. ولا شك أن هذه وصمة، وصمة عظيمة ومرض فتاك يذيب الأمة ويمزق شملها ويفرق شبابها. فنصيحتي لأبناء الشباب وإخواني أن يدعوا هذا التحزب، وأن يدعوا تصنيف الناس، وأن لا يهتموا بالشخص المعين ويجعل الولاء والبراء موقوفا على الموالاة أو البراءة منه، وأن يأخذوا بالحق أينما كان ويدعوا الباطل أينما كان. ومن أخطأ من العلماء فخطأه على نفسه، ومن أصاب فإصابته لنفسه ولغيره. ولا يجوز إطلاقا أن نعتقد أن أحدا معصوما من الخطأ في دين الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نمتحن الناس الآن ونقول ما تقول في كلام، ما تقول في الرجل الفلاني، ما تقول في الطائفة الفلانية. أكان الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن الناس بهذا، أم كان الصحابة يمتحنون الناس بهذا؟ إن هذا من شأن الشعب الضالة التي تريد أن تفرق الناس حتى لا يكونوا جبلا راسيا أمام التحديات التي نسمعها كل يوم ونشاهدها في الصحف والمجلات ممن يحاربون هذا الدين وأهل الدين. إذا تفرق الشباب الذي يقول إنه يعتني بالإسلام ويغار للإسلام، إذا تفرقوا فمن الذي يجادل عن الإسلام؟ ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلون؟ ومن الذي يحاج هؤلاء المبطلين؟ أقول أيها الشباب، ألم تعلموا أن هذا التفرق قرة عين الملحدين من العلمانيين وغيرهم؟ لأنهم يقولون كفينا بغيرنا. لو أن أحد من هؤلاء الملحدين، بل لو أن أمة من هؤلاء الملحدين أرادوا أن يفرقوا شباب الإسلام، هذا التفريق وهذا التمزيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لو خلصت النية وصلح العمل. أما الآن فالشباب في الواقع في وضع سفلة. لهذا أنا أناشدهم الله عز وجل أن يكفوا عن هذا التحزب وأن يكونوا أمة واحدة. قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأن لا يهتم الإنسان بالتحزب لفلان أو لفلان أو للطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فلينظر طريقه ويشق طريقه إلى الله. وهذه التحزبات وهذه المجادلات لا شك أنها تصد الإنسان عن دين الله. لو فتشت عن قلوب هؤلاء الذين يغالون في بعض الأشخاص ويعتقدون فيهم العصمة، وإذا وقع الخطأ منهم قالوا لعلهم رجعوا عن هذا الخطأ، لأن الأخطاء التي تقع من بعض الناس إن كانت تحتمل التأويل أولوها على المعنى الصحيح، وإن كانت لا تحتمل قالوا رجع عنها. وهذا غلط، ما علينا من هذا الرجل الذي أخطأ، خطأ على نفسه والله هو الذي يحاسبه.
على الإنسان أن ينظر طريقه إلى الله عز وجل، كيف يعبد الله وكيف يصل إلى دار كرامته، وليس عليه وليس له شأن في الناس. هذا باعتبار السؤال الأول. أرى أنه يجب أن يتحد الهدف ويتحد العمل، وأن لا يكون همنا التعصب لحزب أو طائفة أو شخص، ليكن همنا الوصول إلى شريعة الله عز وجل، وأن نتحد عليها ونتفق عليها.